جلالة الملك محمد السادس اليوم تعد نموذجا حقيقيا في مجال التكوين، وهي دعامة أساسية للاستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب والرياضة في مجال التأطير والنهوض بكرة القدم الوطنية. ريبورتاج عبد الرحمن الهلالي، عبد الكريم المغاري وعبد الإله الشهاب. أول مؤسسة بالمغرب من مستوى عالي للتكوين في تقنية كرة القدم، أكاديمية محمد السادس تفتح أبوابها للتلاميذ الموهوبين المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و18 سنة لاحتضانهم وتمكينهم أيضا من متابعة الدراسة. برنامج التكوين يشبه الطرق المعتمدة في عدد من مراكز التكوين في عدد من الدول الأوروبية بالاعتماد على طرق وضوابط تقنية وعلمية. كانوا معنا واحد 7 ديال الناس في المغرب كله اللي كانوا كيديروا لنا التنقيب، كانوا كيشوفوا الوليدات اللي عندهم موهبات، كانوا كيقدموهم لنا. حنا كنا كنمشيو لعندهم نشوفوهم في المدن ديالهم، في القريات ديالهم وفي الاحياء ديالهم باش نشوفوا المستوى ديالهم. من بعد كنا كنجمعوهم كل شهرين اما في مولا رشيد ولا في بوزنيقه باش كنتيستيوهم في لا تكنيك ديالهم، في اللياقه البدنيه. ودوك الوليدات اللي في كل تجمعات وراو واحد المستوى عالي كنا كنشوفوا معنا 15,000 وليد في عامين، وخرجنا منهم تقريبا 80، وفي هذوك 80 خرجوا منهم هاد 48 وليدات. لان حنايا بالنسبه لنا خص الوليد يكون عنده واحد المستوى عالي فني ومستوى عالي في اللياقه البدنيه، والا كان عندنا امكانيات باش نعرفوا شنو هي العقليه ديالو في التمارين وفي اللعب مع صحابه، هذيك اضافه باش نختاروا الوليد. المتابعة الصحية لتلاميذ الأكاديمية هو التي انطلقت الدراسة بها في شهر شتنبر الماضي تعتمد على أطر طبية مختصة في الطب الرياضي، وتتوفر الأكاديمية على قاعة للتدليك ومركز لإعادة التأهيل والترويض ومسبح للترويض الطبي. كنعالجوا كل الإصابات اللي يمكن تنتج عن الممارسة ديالهم، لأن هنا عندنا هنا لو ريتم ديال التدريب مرتفع شويه، يعني كاين فئتين، فئه الكبار اللي كيدربوا جوج مرات في اليوم، اذا الاصابات ضروري غتكون كثيره، والفئه الصغار اللي كيتمرنوا مره في اليوم. اذا كاين الجانب الوقائي كنعملوا على كل ما هو يساعد ممارس كره القدم على تجنب الاصابات، خصوصا الاصابات اللي يمكن تنتج من غير الاحتكاك بالادفيرسير. دونك ومن بعد كاين الجانب المعالجه، فالمعالجه طبعا كاين الجانب الطبي والجانب لا ريوديكاسيون، الجانب ديال لا كينيزيثيرابي اللي كيتكلف به طبعا المعالج الطبيعي تحت اشراف الطبيب الاكاديميه. داخل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أقيم جناح للتعليم المدرسي يوفر ظروفا لمتابعة الدراسة، وذلك وفق برنامج وفترات زمنية تشبه تلك المطبقة في باقي الإعداديات والثانوية العمومية إلى حدود مستوى البكالوريا. كيتابعوا مقررات وزارة التربية الوطنية، ومن الأهداف أخرى وهو تهيئهم للامتحانات الإشهادية. ثانيا أيضا من بين المسائل اللي أهداف هامة وهو تنمية روح المواطنة والسلوك المدني عند التلاميذ. يعني زادت مادة أخرى هي لو سيفيزم سيفيليتي اللي كتحاول تبت في التلامذ روح المواطنة واحترام المقدسات ديال البلاد. وتعتمد أكاديمية محمد السادس لكرة القدم على نظام الإقامة داخل المؤسسة، مما يمكن من تنفيذ برنامج مكثف للتدريب اليومية. وكما هو حال التكوين في المجال الرياضي، فإن جميع تلاميذ الأكاديمية يستفيدون من مختلف الخدمات بالمجان. احنا عندنا كل الظروف ملائمه، كنعيشوا هنايا، كنقراو هنايا، كناكلوا هنايا، كل شيء، يعني جميع الحوايج اللي غتخصنا خارج هذه الاكاديميه عندنا هنايا. تنتابعوا الدراسه ديالنا هنا بحالنا بحال التلاميذ الاخرين في جميع المؤسسات، جميع الدروس المقررات بحال كل شيء بحال. الاختلاف فينا غير في التلاميذ قلال، والقرايه شويه مزيانه وداك الشيء.
وفق نظام تربوي يجمع بين ممارسة رياضة كرة القدم ومتابعة الدراسة. انطلق التكوين بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي يمكنها استيعاب 60 تلميذا. ينتظر منهم أن يشكلوا في المستقبل طاقة لتطوير كرة القدم الوطنية وممارستها بشكل يستجيب لتطلعات محبي هذه الرياضة الشعبية. النشاط الملكي لهذا الأسبوع عرف أيضا اطلاع جلالة الملك وتدشين جلالته عددا من المشاريع.